الحمد لله، الحمد لله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الحمد لله الكريم المنان، امتن على عباده بالإسلام والإيمان والإحسان، وفرض عليهم صيام رمضان، وجعله شهرًا للقرآن. نحمده على ما هدانا واجتبانا، ونشكره على ما أعطانا وأولانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجود على عباده في رمضان، ويفتح لهم أبواب البر والإحسان، ويجزيهم على أعمالهم أوفى الجزاء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بشر أمته برمضان، وحثهم على اغتنامه بصالح الأعمال والفوز برضا الرحمن، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أما بعد، فاتقوا الله، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظِّموه واعبُدوه، فإنه سبحانه ربُّكم ومعبودُكم ورازِقُكم وخالِقُكم، وهداكم وعلَّمَكم وأنعم عليكم بنعمٍ لا تُعدُّ ولا تُحصى، وتُرجعون إليه في قبورِكم وآخرتِكم. فاعملوا ما يُنجِيكم، وجانِبوا ما يُرديكم، فإنه لا يهلِكُ على الله تعالى إلا هالِك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. أيها المسلمون الكرام، ليلتان أو ثلاث ليال تفصلنا عن سيد الشهور، إنه سيد الشهور رمضان، هذا الشهر الذي طالما تاقت النفوس إليه واشتاقت نفوس المؤمنين إليه. يهل رمضان على المسلمين بما فيه من البر والخير والبركة، وقد وصفه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالبركة، فقال عليه الصلاة والسلام: قد جاءكم رمضان شهر مبارك، أي كثير الخيرات، قد جاءكم رمضان شهر مبارك. والبركة أيها الكرام هي النماء والزيادة، فتزداد الحسنات في رمضان، وتضاعف وتبارك بما يقوم به أهل الإيمان والصيام والقيام من أعمال، ما يقومون به من أعمال صالحة كثيرة. وحري بالمؤمن أن يعلم شيئا من فضائل هذا الشهر المبارك، ليحفزه ذلك إلى الجد والاجتهاد فيه، وأخذ النفس بالعزم والقوة، وترك الكسل والتسويف. من فضائل سيد الشهور رمضان أن صيامه ركن من أركان الإسلام، وكفى بذلك شرفًا وفضلًا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شهر رمضان. وهذا أمرٌ من الله جل وعلا لعباده بأن يصوم رمضان. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه الشيخان. ومن فضائل سيد الشهور رمضان أن صيامه مكفر للسيئات. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده، وتحفَّظ مما كان ينبغي له أن يتحفَّظ فيه، كفَّر ما قبله. ومن فضائل سيد شهور رمضان، من فضائله أن صيامه سببٌ لمغفرة الذنوب، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه. رواه الشيخان. ومن فضائل سيد الشهور رمضان، من فضائله كثرة العتق فيه من النار، فإن المؤمنين إذا كانت تُكفَّر خطاياهم بالصيام وتُغفَر ذنوبهم كانوا حقيقين بالعتق من النار، كما جاء في الحديث أنه ينادي منادٍ في أول ليلةٍ من رمضان
يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وفي حديث آخر يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، لكل عبد منهم دعوة مستجابة. ومن فضائل سيد الشهور رمضان نزول القرآن فيه، كما قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال سبحانه: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وهي ليلة القدر، كما قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فهو شهر القرآن، فيه أنزل وفيه يتلى. ومن فضائل سيد الشهور رمضان زيادة الإنفاق والجود فيه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، رواه الشيخان. ومن فضائل سيد الشهور رمضان اختصاصه بليلة القدر، فهي في عشره الأخيرة، وهي ليلة عظيمة البركة، جليلة الشرف، كثيرة الخير. مهما تخيل العبد بركتها وخيرها فإنها أعظم مما تخيل، لقول الله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فمن عبد الله تعالى فيها فهو خير ممن عبده في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وألف شهر تزيد على 83 سنة، تزيد على 83 سنة، فأي فضل هذا؟ وقال فيها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الشيخان. ومن فضائل سيد الشهور رمضان أن عمرة في رمضان ليس كمثلها في غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة فاتها الحج: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه، أي في رمضان، تعدل حجة، رواه مسلم. وفي بعض ألفاظ الحديث: تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن استطاع، وكان من أهل السعة والجدة، فمن استطاع أن يصل إلى البيت في رمضان فلا يحرمن نفسه هذا الفضل وهذا الأجر والثواب العظيم. ومن فضائل سيد الشهور رمضان ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فُتِّحَت أبواب الجنة، وغُلِّقَت أبواب جهنم، وسُلسِلَت الشياطين، رواه الشيخان. وهذا أيها الكرام، هذا فيه إغراءٌ للعباد بكثرة الأعمال الصالحة، إذا تسلسلت شياطينهم ويشتاقون للجنة بفتح أبوابها، فكان سيد الشهور رمضان كان جنةً للمؤمنين في الدنيا، تهيئهم لدخول جنة الآخرة. ومن فضائل سيد الشهور رمضان أن الله تعالى جعله محلًا للاعتكاف، ولذا ذكر الاعتكاف عقب ذكر أحكام الصيام، فقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. وقد واظب النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على الاعتكاف في عشر رمضان الأخيرة حتى توفاه الله تعالى، وهذه سنة قل من يعمل بها في زماننا. فمن كان عنده سعة من الوقت فليبادر لإحياء سنة الاعتكاف، فإنها سنة حبيبنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يرزقنا فيه الجد والاجتهاد. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله، الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وخذوا من مرور الأيام معتبرًا، فإن الإنسان أيامٌ وشهورٌ وأعوام ينتهي عمره بانقضائها، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار. أيها المؤمنون الكرام، من فضائل سيد الشهور رمضان مشروعية قيامه جماعةً في المساجد، وهي صلاة التراويح، وهذا خاصٌ برمضان دون غيره. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وها هنا تنبيهٌ أيها الفضلاء، فإن كثيرًا من المسلمين تقوى عزائمهم في أول الشهر، فتراهم يملؤون المساجد في صلاة التراويح، ثم بعد ذلك ما يلبثون أن يتسللون رواذا، ويفوتون على أنفسهم الأجر العظيم والفضل الكبير المترتب على قيام الليلة وعلى القيام مع الإمام. كما جاء في الحديث، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفِر له ما تقدَّم من ذنبِه، رواه الشيخان. ومن استزاد على صلاة إمامه وحده أو مع جماعةٍ أخرى فقد زاد خيرًا. ومن فضائل سيد شهور رمضان أن صيام رمضان مع ستة أيامٍ من شوال يعدل صيام الدهر، لأن الله تعالى يعطي الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان بعشرة أشهر وستة شوال بشهرين، لقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم في صحيحه. كل هذه الفضائل العظيمة والأجور الكثيرة ينالها من عرف حق الله تعالى في رمضان، فحفظ الألسن والأسماع والأبصار عن الحرام، وجانب لغو الكلام، وأقبل بقلبه وبدنه على الله تعالى، فلا تراه في ساعةٍ من ليلٍ أو نهار إلا وهو في طاعة، إذا تعب نام لينشط لطاعةٍ أخرى، والناس في ذلك مستكثرٌ ومستقل. أيها المؤمنون الكرام، إن المؤمن في ابتلاءٍ عظيم، ولا سيما في رمضان حينما يتسلط شياطين الإنس على عباد الله في رمضان بما يعرض في رمضان على شاشات التلفاز وغيره، بما يعرض من مسلسلات وأفلام وتمثيليات ومغريات وشهوات وشبهات، كلها لصد الناس عن رمضان، فإن سلم نفسه لهذه التفاهات سرقت منه رمضان، فخرج منه خالي الحسنات، خرج منه خالي الحسنات محملا بالسيئات، وإن جانبها وحفظ نفسه وبيته وأهله وولده صفى له ذهنه وسلم له قلبه وبورك له في وقته، ووجد لذة الصيام ولذة الصلاة ولذة القرآن ولذة الذكر والدعاء. فعاهدوا ربكم يرعاكم الله، عاهدوا ربكم على الإحسان في سيد الشهور، عاهدوا ربكم على الإحسان في رمضان، وفوا بعهدكم للرحمن، فالعيد لمن صان الصيام وأحسن القيام ولازم القرآن. فاللهم بلغنا رمضان وأعنا على الإحسان، ثم صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونعوذ بك اللهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وهدى وتقى وسدادا ورشادا. اللهم ثبتنا على دينك، وانصر بنا دينك، وأعلي بنا كلمتك، وأغض بنا أعداءك، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم أنجي إخواننا في غزة ورفح، اللهم أنجهم في السودان، اللهم أنجهم في إدلب،
اللهم أنجهم فوق كل أرض وتحت كل سماء، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم يا قوي يا عزيز. اللهم اشدد وطأتك على أعداء الملة والدين، اللهم عليك بخونة العهود والمواثيق والأوطان، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وظاهرهم وساندهم وأيدهم على المسلمين. ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم سلط عليهم جندا من جندك، وأنزل عليهم رجزك وعذابك وسخطك إله الحق. اللهم اقذف الرعب في قلوبهم وزلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم ردهم خائبين خاسرين، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وعظة وآية. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم إنا نسألك حياة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.